أنا شادي الجيلاني المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأولمبي من السنغال. إزيك يا أستاذ شادي؟ كابتن خالد، مساء الخير، مساء حضرتك السادة المشاهدين. يعني ربنا يخليك، طمنا على منتخب مصر الأولمبي. أنا بس قبل ما أطمنك على المنتخب، أنا سمعت كلامك حابة أعلق عليه. طبعا أنت بتتكلم كلام مظبوط 100%. منتخب مالي منتخب يمكن هو أقوى منتخب في المجموعة، وكان مصنف إن هو يوصل للأولمبياد والنهائي. نتائجه ما ساعدتوش، يعني هو كان في مباراه نيجيريا افضل، مباراه الجزائر الافضل. لكن امبارح الراجل المدير الفني كان عمل مؤتمر صحته واتكلم عن مباراه مصر، قال ان منتخب مالي فريق كبير وليه سمعه كبيره في افريقيا. فمن غير المقبول ان هو يخرج من البطوله بدون اي نقاط، وهو عايز يحسن مركزه. فاعتقد ان المباراه صعبه جدا بكره، يعني مش سهله. هم عندهم دوافع برضه كتير جدا، يعني احنا عندنا دوافع كبيره، ولكن هم برضه يعني اللعيبه عندهم دوافع وما عندهمش ضغوط زي عندنا. تمام. لكن ان شاء الله باذن الله اللعيبه يكون عندها عزيمه، واحنا عندنا لعيبه تصنع الفارق، يعني زي مصطفى فتحي، كريم ممدوح، رمضان صبحي، كريم نيدفيد، كهربا، رامي ربيعه، عندنا لعيبه مميزه جدا يعني. والله كابتن خالد، ومحمد حمدي الباك ليفت كمان. ال 21 لاعب اللي موجودين مع كابتن حسام والمنتخب، طبعا كلهم على مستوى عالي جدا، كلهم عندهم كفاءه وعندهم روح. يمكن هم حتى اللعيبه كلهم حاسين ان ماتش بكره محتاج رجاله، محتاج روح عاليه غير الكوره، محتاج يعني ان هم عندهم اصرار. لان طبعا احنا بكره المنتخب بتاعنا داخل المباراه ما عندوش يعني اي بديل غير الفوز. فاعتقد ان دوت اللعيبه تتكلم مع بعضهم في القصه دي كابتن خالد. يمكن من شويه احنا لسه مخلصين تمرين، يمكن طبعا محمد هاني الظهير الايمن لاعب نادي الاهلي ولاعب المنتخب تعرض لاصابه كده اجهاد في العضله الخلفيه. فاعتقد ان هو كابتن حسام قرر ان هو يستفاده من مباراه بكره، فطبعا دي برضه يعني مأزق للمنتخب. لا بس عايز اقول لك حاجه يا شادي، احنا عندنا اللعيب الاساسي والاكثر خبره هو اسامه لاعب امبي، اللي بيلعب كمان كاساسي في امبي، يعني ان شاء الله يعني لعيب كبير اسامه. لا ما انا بقول لك يا كابتن خالد، ال 21 لاعب اي حد باذن الله هيلعب هيكون على قد المسؤوليه. الكابتن حسام استخدم الماتش الاولاني مجموعه لعيبه، والماتش الثاني استخدم برضه مجموعه اخرى وفقا لخطته والتشكيل والسيناريو اللي بيلعب بيه المباراه. اعتقد الكابتن حسام برضه ان شاء الله باذن الله بكره، يعني تمام، هو امبارح اتفرج على مباراه مالي والجزائر الشوط الاولاني، والنهارده برضه هيتفرج اللعيبه على الشوط الثاني من مباراه برضه مالي والجزائر مع الكابتن محمد المصري مع باقي الجهاز. فاعتقد ان هو باذن الله ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يلهمه الصواب في التشكيل والخطه اللي هيعمل فيها منتخب مال ان شاء الله. طيب هسال سؤال، هو ليه مصر تلعب على النجيل الصناعي والجزائر والنيجيريا هي اللي لعبت على النجيل الطبيعي؟ ليه؟ والله يا كابتن خالد بقى دي لوائح الاتحاد الافريقي، احنا حتى النهارده كل الجزائر يعني كان في قرعه يعني ولا ايه، ولا هم اختاروا؟ ما فيش قرعه، احنا طبعا من اول ما جينا طبعا اختيارات، يعني احنا بننفذ تعليمات الاتحاد، وهم طبعا احنا حتى الملعب المباراه اللي احنا بنلعب عليه كابتن خالد ما اتمرناش عليه الا مره واحده بس، احنا بقى لنا بتاع اكتر من اسبوع في السنغال ما اتمرناش. يعني معلش الاتحاد الافريقي كده هو قال المباراه الثالثه للجزائر ونيجيريا تتلعب على النجيل الطبيعي ومصر تفضل تلعب على النجيل الصناعي؟ في الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي قرار من عنده يعني. وكان المفروض ان المباراه عاملها الساعه 3، ولكن احنا طبعا كابتن حمد المصري بعت ضغطنا في القصه ديت، لغايه الحمد لله استجابوا واجلوا المباراه ساعتين، لان درجه الحراره والشمس هنا كابتن خالد مع الترتان قاتله، يعني الله يكون في عون اللعيبه. طبعا لعبوا ماتش الجزائر خسروا، تاثير كبير جدا بمساله الجو والملعب. ولكن بقى ان شاء الله باذن الله كابتن خالد، يعني احنا الحاجات دي عايزين، حتى كابتن حسام بيتكلم مع اللعيبه عايزين نحطها على جنب، مفيش اي طبعا حاجه جوه المباراه بكره باذن الله. يعني لازم ربنا يعني بكره الماتش الساعه 8 بتوقيت القاهره، منتخب مصر هيلبس نفس الطقم الاحمر والابيض والاسود، في مقابل منتخب مالي هيلبس الطقم الاصفر بالكامل. هم كابتن خالد المباراه في توقيت السنغال الساعه 5 7 عندكم القاهره مش 8. 7 يعني. سوري 7 يبقى احنا كده ماتش بكره، الماتشين بكره في نفس التوقيت الساعه 7. وكان في اجتماع فني امبارح كذا كل الجوله، يعني حتى النهارده من شويه يعني الساعه 7 حاليا مباراه جنوب افريقيا وتونس بتتلعب في نفس الملعب اللي احنا هنلعب عليه المباراه. كابتن حماده المصري وكابتن ايمن حافظ بيتابعوا المباراه. فكل المجموعه هتلعب في نفس التوقيت واحد طبعا. المفروض نيجيريا والجزائر
هتلعب في ملعب في دكار. اعتقد باذن الله ان الكابتن حماده برضو اتفق طيب. مع سفيرنا عشان خاطر شادي سريعا كده عشان الناس بس بيقعدوا يتكلموا كتير، ايه فرصنا؟ يعني احنا المفروض واحنا مغمضين نكسب كام عشان ننسى الماتشات التانيه؟ نكسب 3-0. 3-0 بس في حاجه كابتن خالد، يعني هو في طبعا في بند في اللائحه، وهم طبعا في الاجتماع الفني امبارح عرضوا كل الاحتمالات. نتيجه 3-3 حتى لو احنا كسبنا 100-0 ما يعني غير ما 3-3 بنخرج. ايه؟ في حاله تعادل نيجيريا والجزائر 3-3 احنا نتيجتنا مع مالي ملهاش اي اعتبار خلاص. ليه؟ عشان هيلغوا نتائج الفريق الرابع. هيلغوا نتائج الفريق الرابع، فطبعا هي النتيجه الوحيده اللي احنا نخرج بيها هي 3-3. وطبعا يعني الناس كلها الفتره اللي فاتت اتكلمت على الموضوع ده، يعني وامبارح الاتحاد الافريقي برضو اكد ان اللعب النظيف وهيكون في ناس مراقبه كل الماتشات، فنتمنى طبعا ان شاء الله احنا في مصلحتنا يعني المباراه تطلع تعادل او مكسب اي فريق ان شاء الله. تمام، اشكرك شادي الجيلاني المنسق الاعلامي لمنتخب مصر الاولمبي.